انا عندي تحليل، بس برضو هوجه السؤال معاك ليهم هم. هو انتوا ليه بتشمتوا لو واحده من زمايلنا اتطلقت؟ ليه بتشمتوا لو واحده من زمايلنا اتعورت؟ ليه بتشاتوا من واحد من زمايلنا يعني حصل في اي حاجه؟ يعني هو في ايه؟ ما انا نفسي بوجه لهم السؤال ده. بس انا اعتقد انه كبت مقهورين في حياتهم الخاصه، هم ما هم فاقدين حاجات كتير، فاقدين متعه، هم ما عندهمش حياه اصلا، فهو بينظر على حياتك عشان هو ما عندهوش حاجه ينشغل بيها. هو بيشمت فيك عشان عايز يقول مش انا لوحدي اللي فاشل، اهم كمان النجوم زينا بيتعوروا وبيتطلقوا وبيقعوا يكعبلوا، اهو شقوا اهي طوبه، وبيقعوا من على السلم وبيتجبسوا احسن، وبيخشوا وبيعوا وبيعملوا عمليات احسن. فاهم انت؟ هو مش متحقق. اللي النوع ده بيبقى هو مش متحقق. في جزء تاني بتلاقيه دايما بيكتب حاجات حلوه بتفرحنا، تلاقيه دايما عنده طاقه كده ايجابيه، تلاقيه هو مبهج، في حنيه في كتابته، في بوست، في تعليق كاتبه كومنت، تلاقيه هو سوي، هو متصالح، هو انسان، هتلاقيه طيب، تلاقيه نقي نظيف متربي. ده لانه متحقق، لانه هو عنده حياه، حتى لو عنده شويه حاجات بس هو متحقق، لان مفيش حد ما عندوش مشاكل، مفيش حد عنده شويه نواقص، مفيش حد فينا عنده الكمال، بس هو متحقق، فهو سوي. بترجع يا استاذ عارف للربايه كمان، هي تربيه، يعني ده شخص واخد بالشبشب، ده واخد على دماغه بالشبشب، فهو بيطلع غيره بقى. فاهم؟ في شخص تاني هو، والكلمه اللي هقولها هو كلاس، ده مش معناه انه هو قاعد في كومباوند، هو متربي كويس، امه ست محترمه سوته، ظبطت اخلاقه ونفسيته، ست مكافحه، مش لازم تبقى بتشتغل، مكافحه في بيتها، مكافحه في اولادها، ابوه فلوسه حلال، فتلاقي الواد كده طالع او البنت ما شاء الله اسوياء، فبيكتب لك كلام طبيعي، حتى لو انتقد هتلاقيه بينتقد بجد، هتلاقي انا كفنانه بقرا ساعات انتقاداتهم في حاجات ليا في شغلي بستفيد، لان هو كاتب بادب، قايل عنده صياغه، عنده اسلوب، يعني اي معبر عن رايي حقيقي، هو شاور لي على حاجه وانا بصيت شفتها، لكن داخل بيشتم ده وبيهاجم وبيشمت وبيدعي لا ده 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 ما صح، ده ما يسكتش على نفسه، مال القانون. برغم القانون مسلسل اجتماعي، خليني ابقى متحيزه شويه اقول نسائي، لانه هو في قضايا نسائيه وبيعبر عن شرايح كتير قوي، يعني نماذج كتير من الستات في المجتمع بتاعنا، معاناتهم، المشاكل اللي بيقابلوها مع ازواجهم، مع اهليهم، مع جيرانهم، قضايا مختلفة. يعني كل اللي اقدر اقوله احنا بنطرح قضايا مختلفة في مسلسل برغم القانون، سيدات بتقع في محن، في بعضها عندنا ليه حلول وفي بعضها ما لقينا لهاش حلول، فبنطرحها عشان القانون يوجد لها حلول. انا واخت حلو. احلى صدفة، احلى صدفة. اول اجر كان 450 جنيه في مسلسل اسمه آخر المشوار، كان أول مخرج سينمائي يعمل دراما، الأستاذ نادر جلال، كان بطولة هشام سليم. لا مش فاكرة، بس هو كان الفكرة مش في الفلوس، الفكرة انك بتشتغل دراما، بتشتغل مسلسل مع مخرج سينمائي، ده اللي ماسك في دماغي، يعني ده اللي ماسك على مدار السنين موجود في الذاكرة عندي، لكن الفلوس عملت بيها ايه مش يعني
لا مش فاكرة يعني، ما هو كان رقم عادي يعني.